محمد الشناوي قال ايه على هدف شيكابالا اللي جابه فيه في نهائي دوري ابطال افريقيا؟ طاهر يهمك مع احمد مطوع. استضاف عمرو اديب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي في برنامجه برنامج الحكايه. عارفين ان عمرو اديب زملكاوي فسال محمد الشناوي سؤال بيقول له ايه رايك في هدف شيكابالا اللي جابه فيك في نهائي دوري ابطال افريقيا؟ فرد عليه الشناوي قال له من الاهداف الرائعه جدا وصعبه على اي حارس، وان شيكابالا طبعا من اللعيبه المهاريه اللي هو بيحبهم جدا، وطبعا اتقابلوا كتير في منتخب مصر، وان هو بيحترمه وان هو اخ ليه وهكذا يعني. قال الشناوي ان كان صعب جدا ان هو يتوقع الكوره او شيكابالا هيلعبها فين، مع انه كان متوقع ان هي هيلعبها في الزاويه دي، ولكن كان ممكن شيكابالا يلعبها له في الضيقه، وان اللعيبه المهاريه اللي زي شيكابالا او تريكا صعب جدا انك تتوقع هيلعبوا الكوره فين. بقاني بعمل فولو على تيك توك، فولو على انستجرام، وسبسكرايب على يوتيوب. خبر يهمك مع احمد مطوع.